إلى ولاية الوادي، وبحضور ممثلي أزيد من 15 ولاية، رفع المشاركون بالمنتدى الجزائري لذوي الإعاقة جملة من المطالب لرئيس الجمهورية والوزارة المعنية، ملحين على ضرورة النظر فيها لإرجاع كرامة ومكانة المعاق، وعلى رأسها قانون 0902 بما يتماشى مع القانون وتكييفه مع الاتفاقية الشاملة لحقوق المعاق، وكانت المتعلقة بالتوظيف والتقاعد وتفعيل بعض القوانين، إضافة إلى إنشاء مجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة للتكفل بوضعيتهم الحرجة. التغطية كانت لعبد العالي رحومة. تفعيل القانون الخاص بنسبة التوظيف، أيضا رفع نسبة التوظيف الخاصة بالمعوقين إلى 10%، تشريع قانون فعال وملزم لضمان حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة فيما يتعلق بالسكن، خلق آليات لتسهيل المسار الدراسي لذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة والتلاميذ. ولا بد من تكفل بحماية المعاق من جميع الأخطار التي تهدده من طرف الأسرة والمجتمع. نقطة ثالثة وهي أيضا المساواة بين المعاق والأصحاء وعدم التمييز بينهم والمبدا او تطبيق مبدا تكافؤ الفرص. كذلك من بين نقاط اعطاء الاعتبار او الاهميه البالغه لبطاقه المعاق التي اصبحت الان في تراجع، وحتى يتمكن المعاق من المطالبه بممارسه حقوقه، لانه في وضعيه تحتاج الى اولويه وتحتاج الى مساعده الاخرين.